حقيقة العراق الآن يعني بدأ بدور يعني منذ سنتين أو أكثر تقريبا، وهو يتعاطى من خلال موقعه الإقليمي وقدرته على جمع الخصوم. يعني هذه ليست التجربة الأولى بالنسبة إلى العراق إذا ما نجح فيها فعلا في ضم الخصمين على الأقل، يعني على ما يقال التركي والسوري. هو سبق وأن أيضا جمع في بغداد بين الجانب السعودي والجانب الإيراني، وهذا يعني أن التوجه العراقي الرسمي هو جعل المنطقة منطقة هادئة، منطقة تستقر فيها كل الأوضاع، مما ينعكس هذا الاستقرار على اقتصاد البلدان واستقرار داخلها. اليوم الموقف التركي والسوري هو ليس يعني بخفي على أحد منذ أكثر من 13 عام، والعلاقات مقطوعة بين العراق وسوريا، والعراق هو جار لهاتين الدولتين. إذن العراق طلب بشكل حقيقي على أن تنهى هذه الإشكالات لما للإقليم مصلحة عامة في هذا الهدوء. لكن يعني المشكلة، يعني أنا من الأشخاص المراقبين إلى تصريح السيد بشار الأسد أعتقد قبل يومين، قال أننا لا يمكن أن نأتي، نحن مع الحوار ومع التقارب التركي، لكن لابد أن أعرف ماذا يريد الأتراك. نعم، طيب أنا ليش ما نترك هذا يعني الأهل، يعني ضيفنا الكريم أستاذ طارق حتى يجيب عن هذا السؤال، لكن أنا خليني أسألك عن الجانب العراقي، وين وصلت يعني مسألة الوساطة العراقية بهذا الموضوع؟ وهل حقا يعني هنالك أي ضغوط تمارس على حكومة السيد السوداني من قبل أطراف سياسية عراقية أو مسلحة للذهاب أكثر في موضوع هذه الوساطة؟ يعني محليا لا وجود لهكذا ضغوط ابدا، لكن قد نجد ان هناك ضغطا خارجيا يعني على العراق على انه لا يجمع هذان الطرفان لاسباب معروفه، ايضا لوجود علاقات مثل روسيا وغيرها من الدول التي لها تدخل ولها شان في العلاقه الوضع السوري. لكن العراق ماضي في هذا التقارب، وماضي في ايجاد يعني نقاط وثغرات للتلاقي من أجل أن يدخلوا في هذا الحوار. العراق له مصلحة كبيرة جدا، يعني مصلحة اقتصادية، إذا ما استقر الوضع في سوريا العراق يستقر على طيب. على وهذا كل الأصعدة.